بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا الحديث استوقفني، أحببت أن أتأمله معكم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع الله الإعجاز الغيبي والعلمي في كلامه صلى الله عليه وسلم، أنبأنا عن واقع نعيشه اليوم، نراه اليوم أمامنا. لو لم يكن رسولا صادقا في دعوته إلى الله عز وجل لم يكن لينبئنا بهذا الأمر، لأن هذه الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام نراها اليوم ولم تكن تخطر على قلب بشر قبل 100 سنة مثلا. مثال على ذلك أنه أشار إلى الاختراعات الحديثة، يعني مثلا من كان يتخيل أنني الآن أتواصل معكم عبر جهاز موبايل، أو أنك تستطيع أن تتكلم بالصوت والصورة مع إنسان في أقاصي الأرض بنفس اللحظة؟ لا يستطيع أحد أن يتخيل أو يحدث نفسه بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا قال. قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى، إذن هنا دققوا معي، حتى تروا أمورا عظاما، أمور عظيمة لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. بالفعل أيها الأحبة، عصرنا الآن عصر العجائب والله، حتى على الصعيد الاقتصادي، الصعيد الاجتماعي، الصعيد العلمي، نرى أمور يعني قبل 100 سنة لم يكن أحد يتخيلها أبدا. ترى أمور تحدث من حولك لا تعلم ما الذي يحدث، يعني مثلا مثل فيروس كورونا الذي فتك أوقف العالم. من كان يتخيل أن فيروس لا يمكن رؤيته إلا بالمجهر الإلكتروني، يعني تكبير 10,000 من المرات. هذا الكائن البسيط الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، وهو مجرد شريط وراثي، هو معلومة فقط. من كان يتخيل قبل سنوات فقط، لا نقول اليوم، قبل سنتين فقط، من كان يتخيل أن هناك قوة تستطيع أن توقف مطارات العالم، توقف الاقتصاد، توقف الحركة، توقف، تفعل هذا الشيء؟ لا أحد. حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. ففي رواية أخرى ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور؟ قال: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى واعلموا أنها أوائل الساعة، أوائل القيامة، عندما ترى أمرا عظيما لم يكن متوقعا، اعلم أن هذا الأمر من علامات الساعة. يعني انظروا إلى اختراع الإنترنت مثلا، قبل 50 سنة 100 سنة لم يكن أحد يتخيل أن العالم كله سيصبح مثل قرية صغيرة. انظروا معي أيها الأحبة إلى الأحداث السياسية مثلا التي تحدث اليوم، الأحداث الاقتصادية، أشياء كثيرة، يعني إذا أردنا أن نعدد الاختراعات، الأشياء التي يخترعها البشر، شيء عجيب. يعني لو أردنا أن نعدد يمكن أن نجلس سنوات لا ننتهي. كل يوم هناك اكتشاف، كل يوم هناك شيء جديد. طيب كيف علم نبينا عليه الصلاة والسلام بوجود هذا الأمر؟ كيف ربطه باقتراب الساعة؟ قال: فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى واعلموا أنها أوائل الساعة. لذلك أنا أنصح، كلما رأيت اختراعا جديدا، أمرا عظيما يحدث، كارثة تحدث، سارع إلى ذكر الله، اذكر الله كثيرا،
قل سبحان الله، قل الحمد لله، لا قوة إلا بالله. الشيء الثاني أيها الأحبة، هذه إشارة إلى أن الساعة قريبة، ينبغي أن نتوب، أن نرجع. يعني من الخطأ أن تبقى ذاكرتك ودماغك وحياتك مشغولة فقط في هذه الدنيا، والنبي ينادي ويقول اعلموا واعلموا أنها أوائل الساعة. النبي يحذرنا ويقول لنا الساعة قريبة، وساعة الإنسان تقوم إذا مات حقيقة. يعني نحن لا نعلم اليوم، ظاهرة الموت المفاجئ كثرت، ملايين الناس يموتون سنويا نتيجة حوادث، نتيجة أشياء غير متوقعة أو غير لا يتوقعها الإنسان. فأنت عندما تعلم أن الساعة قريبة، لماذا تضيع وقتك كله في البناء لهذه الدنيا الفانية؟ هل تعلمون أيها الأحبة، هذه الأرض سيدمرها الله بالكامل، هل تعلمون هذا؟ كل من عليها فان. ما معنى فان؟ يعني يفنى، يدمر، يصبح لا شيء. النجوم سوف تفجر، البحار تفجر، كل شيء سيختفي أيها الأحبة. إذن نحن، ما الذي يجعلنا نبني ونبني ونبني ثم نموت؟ ينبغي أن تحدث توازنا بين الدنيا والآخرة، وهذا التوازن موجود في القرآن أيها الأحبة. القرآن أكثر كتاب يأمرك أن تحب الدنيا، على فكرة، على عكس ما يعتقد البعض. عندما تقرأ القرآن وتقرأ أحاديث النبي وتتأملها بإنصاف وباعتدال وبشكل علمي، تحببك أكثر بالحياة، ولكن نظرتك تصبح موجهة نحو الآخرة فقط، هذا الفرق. فتستطيع أن تستمتع بالدنيا أكثر. يعني على فكرة، المؤمن الذي يحمل هم الآخرة يكون أكثر سعادة من ذلك المؤمن الذي شغل كل وقته وحياته بالدنيا فقط. هل تعلمون هذا؟ وسأقول لكم لماذا. الدنيا أيها الأحبة مليئة بالأمراض، مليئة بالهموم، بالمشاكل، بالمخاوف، مخاوف كثيرة يعاني منها كل الناس. عندما توجه تفكيرك نحو الآخرة وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما، أمور عظيمة جدا، لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم، عندما يعني ترى هذا الأمر وتدرك هذا الأمر وتعلم أنها أوائل الساعة وتذكر الله سبحانه وتعالى، ترتاح نفسيا. لماذا؟ لأنك مطمئن إذا مت ستلقى الله وهو راض عنك، إذا أصابك ضر ستعلم أن الله ابتلاك بهذا الضر لأنه يحبك، يريدك أن تلتجئ إليه، لا تشغل نفسك كثيرا بالدنيا. لذلك في القرآن الكريم التوازن بين الدنيا والآخرة أين يظهر؟ يظهر في ذكر كلمة الدنيا والآخرة في القرآن، كلاهما ذكر بنفس العدد، الدنيا ذكرت 115 مرة والآخرة ذكرت 115 مرة، سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينفقون وقتهم وحياتهم وتفكيرهم في التفكير بالآخرة والاستعداد للقاء الملك سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. نسأله عز وجل أن ينفع بهذا العلم من يشاء من عباده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.